ولفتح ملف الموازنة وفشل القوى السياسية في إقرارها والمخاوف التي تنتاب العراقيين من ذلك، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا ومساء الخير ومرحبا بكم حياكم الله. ومشاهدي قناة الرافدين الفضائية. أهلا نعم بك دكتور. دكتور، تخوف يسود أوساط العراقيين مع تأخر إقرار موازنة عام 2023، هذه التخوفات مشروعة لا شك في ظل تعطل المشاريع وانعدام الدرجات الوظيفية، لكن لماذا تتأخر الحكومة إلى هذا الحد في إقرار موازنتها؟ السبب الرئيس هو الخلافات السياسية داخل أحزاب البرلمان العراقي. إحنا لدينا مقولة نقول الاقتصاد هو الذي يوجه السياسة وليست السياسة هي التي توجه الاقتصاد. من هنا ننطلق إلى أن بسبب الخلافات السياسية كل هذا يؤثر على الوضع الاقتصادي بالعراق من حيث تنفيذ الخطة الاقتصادية ومن حيث إقرار الموازنة لأي سنة كانت. وعندنا تجارب في موازنات العراق في العام 2014 و2019 و2020 وحتى 2021. نعم تفضل. نعم، طيب، مع كل حكومة تفشل القوى السياسية في إقرار الموازنة، وهذا الفشل متكرر كما تلاحظ في الحكومات السابقة، يعني يقرون الموازنة في اللحظة الأخيرة وبصعوبة كبيرة جدا، وهذا ينعكس بشكل سلبي على الأوضاع البلد وعلى ملفات كثيرة في البلد مثل التعليم ومثل الصحة وغيره. هل هذا الفشل متعمد برأيك أم أنه غير متعمد وهم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك؟ أنا برأيي هو متعمد وغير متعمد. متعمد لأنه كما قلت الأحزاب السياسية تناقش الموازنة بسبب انطلاقا من مصالحها السياسية وسيطرتها على هذه الوزارة أو ذاك. السبب الثاني غير متعمد هو عدم الوعي لدى أعضاء البرلمان، وقولها صراحة أن التخلف في الوعي لدى أعضاء البرلمان ولدى عدد كبير من البرلمان. يعني ما هو التخلف؟ يعني عدم الإعلام بمصلحة الشعب العراقي التي هي المسألة المهمة في أي خطة اقتصادية وفي أي موازنة. يعني معنى ذلك أنه عدم الوعي أنه هذا انطلاقا من المصالح الشخصية والذاتية، وإذا قمنا بتغليب المصالح الشخصية والذاتية على المصالح الشعبية للشعب العراقي معنى ذلك هذا هو تخلف وانطلاقا من المصلحة الذاتية الذي ستقود البلد إلى انهيار، ولو نحن الآن في أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية وحتى أخلاقية بسبب الوضع الاقتصادي الآن في العراق. نعم تفضل. نعم، طيب، مع فروق الأسعار سواء في بند المصروفات أو الإيرادات وفي ظل زيادة أسعار النفط بعد حرب أوكرانيا وروسيا، هل يمكن العمل بموازنة 2021 مع هذه الفروقات؟ نعم ممكن، لأنه عندنا الفقرة 3 من المادة 13 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 4 لسنة 2020 المعدل أنه ممكن استخدام البيانات ل موازنة سابقة لإحلالها في موازنة لاحقة. وكما قلنا أنه مثلا من حيث الرواتب إلى آخره من كل واحد إلى 12. لكن مسألة المشاريع المتلكئة هذه هي المشكلة في الموازنة. وبسبب الفساد والمحاصصة الطائفية وسيطرة الأحزاب السياسية لدينا الكثير والكثير من المشاريع المتلكئة سواء كان في البنى التحتية وفي المدارس وإلى آخره. في كل مرة نطرح هذه المسائل، البنى التحتية، المدارس، إلى آخره، إلى متى؟ تفضل. إلى متى فعلا؟ ولكن قبل ذلك نسأل، هل الخطة أو المشكلة في الموازنة أم في الخطة بناء على كلامك؟ يعني بناء على كلامي في الاثنين، الخطة موجودة لكن لم تنفذ. أنا دائما أقول في كل مقابل أنه ما هي نتائج خطة
2018 2022 ونحن الآن في أواسط شهر 2012 من 2020، ماذا حققت هذه الخطة؟ ما هي؟ أين هي؟ هل هي حبر على ورق؟ أم لعب على الذقون؟ لدينا الكثير من البرامج الاقتصادية والخطط الاقتصادية، لماذا لم تنفذ؟ إذن وين؟ أين هي المشكلة؟ المشكلة في فساد المجتمع العراقي وبالذات فساد الأحزاب السياسية التي لا تهمها مصلحة الشعب العراقي. تفضل. نعم. طيب، ما أثر تأخر أو عدم إقرار الموازنة حتى هذا الوقت على النواحي الواقع الاقتصادي والمعيشي والتعليمي والصحي في البلاد؟ تأثير كبير جدا، ويؤدي إلى انفجار في يوم ما. وأنت شفت طبعا المظاهرات في الناصرية وفي الحلة وفي مناطق أخرى بسبب القصور في التعيينات وبسبب القصور في إكمال المشاريع التي لم تستكمل والتي لها استثمارات من قبل الخطة، يعني خصصت مبالغ من قبل الخطة الاقتصادية. طيب لماذا لم تنفذ هذه المشاريع؟ إذن شو السبب؟ إذن السبب فساد، يعني سرقت أموال هذه المشاريع. قد سرقت من قبل المقاولين الذين يستندون إلى أحزاب سياسية، والأحزاب السياسية التي لها حصتها في كل مشروع. نعم. من البنى التحتية بالعراق. أين نحن من المدارس؟ الأطفالنا بالعراق في الماء، في ماء المطر، يجلسون على الأرض. هذا عيب على كل الأحزاب السياسية بالعراق. نعم، تفضل. شكرا لك دكتور سناء عبد القادر، الخبير الاقتصادي العراقي، كنت معنا من أوسلو.